ايه ده انت اللي مولعه النور؟ لا مش انا. الله، امال مين ده يا جماعه؟ شكله وحش. يا رب ياكلك. لا 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 يا رب ياكلك. الحينه دي ده. احنا دلوقتي يا جماعه محبوسين في الكيف المرعب في لعبه الغرف الخلفيه. اتاكدوا يا جماعه بقى تعملوا بقى لايك، ولو انت لسه جديد معانا في القناه تلاقي الزر الاحمر تحت دوسوا عليه وحولونه رصاصي عشان تنورونا يا جماعه وتشتركوا معانا ونكمل في المثيره بتاعتنا والسلسله. فين الصرصار؟ ايه ده انت هنا؟ تستحمي ولا ايه؟ ايه ده؟ مية اشتياق اشتياق مية تحفة تحفة والله. صدقني انت فاكرة تحت الباب فكرتك صرصار؟ ايه صرصار؟ ايوه كنت لسه هجيب الشبشب بس مسكت نفسي. انا جعانة. جعانة ايه؟ انت بقى انت في تجوعين تشوفيني يا جوع وفي ايه مكتوب على وشي ماما ولا ايه؟ شبه الموزة انت. استنى استنى ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ وش كلام ده؟ ما تحفيش انت صايمة يا نيدا. خليتك حلو عشان اكلمك. ايه ده؟ انا معايا من دولك كتير كده ليه؟ الو حول رد يا نيدا. مين اللي بيهبط؟ رد مين اللي بيهبط؟ الو مين اللي بيهبط؟ يا بنتي ما تفتح اللاسلك بتاعك. ايه اللي مين اللي بيهبط؟ عمال يرن مصدره الطرشه. ايوه ما انا هو برد عليك. طيب اوكي 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 ماشي يا ريد. الله شكلك هترني وهتقرفينا. ماشي ماشي حياتي حياتي. الله شكلنا هنشوف حاجات غريبه النهارده يا جماعه. استني بقى نظبط دي. اوكي انا فين التعليمات؟ مفيش تعليمات ولا ايه يا ماما؟ وايه كميه الحاجه دي كل يا عم بدل دي مع دي. انا معايا من ده كتير قوي كده ليه؟ احنا مش عايزينه. استني فين الكشاف؟ انت خدتيه ولا ايه؟ انا خدت كشاف. خلينا بقى نبحث بقى ليه ده. صح مفيش ورقه ليه؟ مفيش ورقه خالص ليه؟ ما اكيد مش محتاجه ورقه دي. ده خش خش طهار يا نيدا. ايه ده؟ ايه ده؟ انا عملت ايه؟ يلا ايه ده؟ في شركوكو بس شركوكو الكوكو يا نيدا. يا واحدة انت مش بيفكرك بحاجة؟ ايه؟ مش بيفكرك بالحشرات نفس الحاجة الاسبراي؟ لا مستحيل. لا بكرههم بعد كده. افتكرتك انت يا ريدة. ايه ده؟ استنى خلي بالك. لا الحشرة في قنبرة. حبك حبك احبك. بص عليها بص عليها بص عليها. ايه ده انت ازاي؟ ها؟ باي باي. ازاي ما شافتكيش؟ عشان انا شايفه اللي بتاع الصغير. شكلك انت اللي عامله العشه معاهم. والله انا سنه مخرجه على طول بنحاول نسم. خش يا ريدة يا كمبور. اوكي العشه بتاعتهم؟ بص انا مش شايف اصلا بس يلا كملي لو في حاجه امشي احسن. طب ماشي. في حشره كبيره وفي نور قدامك تقريبا. كملي. ايوه استنى. اوكي والله المكان شكله مخيف. لا 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 إيه؟ في حشرات مليانه المكاتب دي لوحدي ليه؟ ده معدي يا ديدا. واي يا رب يبص عليك ونخلص منك. نروح فين بقى؟ ما اعرفش بقى انا بدعبس معاك. هو المكان اللي قدامك ده مفيش حاجه قدامك مفتوحه؟ مفيش حاجه. ده انت رحت للمركز. مفيش حاجه. مركز الحشرات. طب خش لمين كده جربي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ خش لمين اهو. ما هو إيه؟ دخلت اهو دخلت مكان تاني. انا فكرت في فتحه تانيه. ايوه حلو ده فرق التجارب بتاعنا يا جماعه. اهو في قدامك باب قدامك باب 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 قدامك طوالي. ايوه ادي اشاره دي دي ايه في حشره في حشره. لا انت بتشوفهم ازاي؟ انت هتاكليها ولا ايه؟ لا لا حشرات حشرات انت والحشره ما تعرفناش بقى. مكان ايوه ايه ده انت رجعت لنفس مكانك ولا ده مكان تاني؟ لا 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 خش خش الطهاره دي. ايوه بس ايوه مليانه كوكو هي. يلا يا ديدي في كشافات وبتاع. ايه وي تاخد ايه كده بس خلي ده. اوه لا لا ده انت ربنا معاكي وراء قدامك مثيره. ما بتخلص ما شاء الله يا نوتها بقى انت عارف مريحها. طيب ولا جالك يلا يا لاجي. يلا يا ديدا يا كموره يلا. ايه ده فيها حشره كبيره. ملكه الكمبره هي يا جماعه. يا عم الكمبره دي اللي انقذتني مش زي ناس. ماشي ما انت كنت شايفها ما قلتليش. يا رب تعضك الحشره. كده ولا اخش كده؟ ما تكملي بقى وطريقك اخضر يا دي. يا جدع ما تتحمسيش. يعني شفت حماسك قعدت تقر عليا. ايوه طب كويس خدنا تشيك بوينت. بصي بتعدي بذكاء. راجع على ابو لذيذ بص كده تمسك كده بسويس بسويس يعني حماس بس بسويس بسويس. ايه بسويس؟ انا عايز اخش هنا متحمس. بسويس 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 بسويس. ايه ده ايه ده في حاجات غريبه هنا. ماشي انا وصلت يا جيده. يلا تعالى يا جيده تحدين. هنط على الكوبري بسويس بسويس بسويس. اغنيها بقى بالظبط. بس
شفت يا عم ايه يا سلي انا صيامي هنا ايه يا معلم سلام سبتلك ازازة بتاع بايزة دي قصدي سليمة صحة ريري يلا اشرب يا جديدة كر كر خلي بالك بس جديدة بس ايه خليكي بس عشان بس ايه نخلص بس الحاجة بتاعتنا فرحانة انت مع الصراصير والجراد معاك اللاسلكي صح يب الو جديدة حول يا عم مالناش دوشة بقى برن عليكي استنى انا استنى معلش كشاف ولا ايه كشاف انت يا ذكاء هات لي كشاف الحمد لله مع السلامة ناخد بقى بتاع وناخد بقى كشاف روحي مع نفسك ولا ولا افتح الباب افتح الباب انا قاعد بستكشف سيبيني مش فاضي بقى الكلام انا قرعب تاني يا عم الو استني بس افتح الباب ما تفتح الباب ايه ده مقفول عندك ايوه الهبل ده زكي استنى في تليفون بيضرب اه رنيت عليك خلاص يلا روح فين ده يا عم انت رخم بعتلك الاسانسير ولا البتاع ده اللي بيطهر ده اخيرا فتح الباب ايه ده انت اللي مولع النور لا مش انا الله امال مين ده يا جماعه شكله وحش يا رب ياكلك لا 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 يا رب ياكلك الحين دي ده يا لهوي اوه ده كان جعان والله فكرت قلت ده عامل التليفونات السوس اه يا دي دوده مدوده ايه انا ما لا انت في مكان هنا تيجي نروح ولا ايه ولا بطل يا جبني بقى انت كمان قوي يلا اسكتي بقى خش دش وانت ساكته ايوه خليك مع الفصل تخيل الوحش يجي في وشك انت بتجري وراح فين تعالى يا جبان انا هاخدها جري وزي ما يحصل يحصل يا دين هضحي بنفسي عشانك يا عم انا ضحيت بنفسي قبل كده استنى عشان كده حاطتني البتاع الحاجه الساعه فين الحاجه الساعه خلصت ولا ايه اوكي خد ده وانا هقول ماشي بالنور بيستهبل ده ولا ايه كركر لا نمشي من هنا خدها جري كده بقى جديده بالوجع دماغ بقول لك خلينا نتقسم بقى انا بتقسم اذا انت طلعت من الناحيه الثانيه اذا كده انا بقول لك كنت محسبك انت هو انا بتقسم يا رينا سيبيني اتقسم بقى تريدي خش هنا وانا اخش هنا طب فين الوحش انا شايف في نور عندي ها ايه ده انت اللي ده هو هناك 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 ناحيتي اه فين وراك 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 يعني انا عديته خلاص اه عديناه انا هخش يا كده غداره بترمي بقول لك عليك انت هيكل خليك بنديك تقريبا كنت توصلي للباب صح ما اعرفش لو انا فرحت قلت دي ده جايه الله تستغليني انت يا ريخ انت شكلك لك لك ليطه خسيبك من شكلتها بقى بالبتاع واخسرها فيك دي كمان يلا طبعا يا جماعه هتلاقوا قناه النتاية في الوصف بتاع الفيديو روحوا يا جدعان ورصوا في التعليقات عندها ايوه روح بقى دي ده خلاص امشي بقى الله يسهل لك يلا هشي بقى انصرفي خد لي انا بس سوري 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 دي انت فضيحه والله غلط اوكي خد حته كده عشان اصحصح اكمل انا في الطريق اليمين ايه رايك اعمل انت عايزه انا هجري واشوف بقى لو قال لك اكسكيوز مي هقول له جديده جديده قول له نو بروبلوما انت دخلت في انا طريق انا دخلت في اليمين بس انا مكمل في اليمين طوالي ده قدامي قدامي تعالى من هنا قدامك ايه انت اللي بتجري والله ما فاهم حاجه انا اللي بجري اكيد هو مش بيجري طب بيقع يا جديده انت قريتي عليا ولا ايه طب وقع استني بقى انت كمان انت والطوب خليني ارن عليها كده الو جديده سمعنا جديد هل تسمعني؟ حول بس بقى خباكش شكله جاي والله شفت كشاف يلا اجري اجري كركر واجري اشرب واجري يا معلم كركر كراكير انا مش عارف بقى التفاصيل الكتير هنا في الكيف بس لا لا جاي 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 الوحش المقرف ده يا جدعان ايه الحل معايا يا ريت انت ايه ده ده الباب ده اللي ايه ده بتعمل ايه لا ده احنا رجعنا منه ما شاء الله ونعم عليك دي ده راحت فرشي يلا الله بتستقبل انت يلا يا دينا يلا يا دينا يلا امالنا كبير عليك يا نتهايه ايوه اطلع يا دينا قلوبه
لبس اللوبه. لا لا سلوبه لا بتاع لا لا حريه كمان حريه. ايوه اوكي الحمد لله. عملنا كبيره. سيبيني بقى جيجي لعبتي يا ريره دوري. مش عارفه مش مطمنه والله. ايه ده؟ عم ده اتفرمنا بس المكان مختلف. انا شكله غريب. الله الله انا نازل ساده معيش حاجه. الله استنى استنى في رقم هنا شايفاه؟ رقم واحد واثنين. ايه بتاعتي كمان؟ ايه يا ايه ده انا عملت ايه؟ واحد اتنين تلاتة تلاتة اتنين في عندنا ارقام؟ ايوه خليك تطلع عليه النور. حدد لي على رقم اتنين. بصي حدد لي رقم اتنين. ايوه افهمي في عندنا تلات ارقام واحد اتنين تلاتة تمام؟ ايوه وعندنا في اشكال. خدي بالك برضو من النقطه دي. اعمل فيك ايه بقى تصحصح معايا دي؟ ده مخك فصل ولا ايه؟ رقم اتنين دايره خلاص. رقم اتنين ايوه دايره تمام. هو اوريها لك تاني. ورقم واحد اتنين. مربع. اصل ده ما خدتش بالي. ما انا بقول لك. ورقم ثلاثه مثلث. فهمت يا سكر؟ فهمت. يبقى ايه بقى؟ عشان يبقى خلاص انا حفظت حفظت خلاص. اوكي ماشي. يبقى عندنا مربع دايره مثلث. لا هلا استنى بقى اكيد في حاجه هتبقى ليها علاقه. اي خزنه اهي تمام. خش هنا يا معلم. واو يلا تعرف مربع دايره اوكي مثلث. سهل. لا مش مثلث هي اللي المفروض دي سهم. سهم اوكي يبقى مربع دايره سهم. شفت يا جدع عيب عيب بقول لك حاجه تسمع الكلام. ايه ده ايه ده ايه ده شكرا لك لك ليه يا عم بقت واحده يا جدع واحده. ايه ده ديت ايه يا ريرا؟ لا وانت جننت ولا ايه؟ عشان انشرك يا ريرا. انا مالي يا عم. اوكي ايه رايك؟ كويس انت خدت الشيوط. ايه؟ طب استنى خدي خدي اشتغل انت شويه يا جدع خدي. انا مش عايز يا عم اهو خدي بس امسكي بس هشوف حماسك. يلا يلا عدله. الله عليك يا استراليه شاطره يا ريدة. نعمل الحته دي كمان. خلاص بقى انت اتحمستي بزياده ولا ايه؟ عايزه ولا ايه؟ يا لهوي يا جماعه في ايه؟ ايه حصل؟ معرفش اتشفط. ها يا الهبل ده انا فين؟ انا فين؟ انت فين؟ انا ترميت في مكان غريب. الحقيقة دي مش شايفاك. انا اتحدفت في مكان غريب والله. شكلها حرف حفره صابتني اللعنه ولا ايه؟ غريبه. ميه دي ده الحقيقه دي. حاولي تنجو تنجو بنفسك ماشي. ثانيه واحده بس قلت بط. لا انا ترميت كده في مكان تقريبا كانوا عاملين لي تراب. بحاول اسرفايف يا جدي. وانا ترميت برضه في مكان تاني. لا والله والله عامل لي سومه. اوكي اوكي اوكي. طب روحي انت الصومعه ده مختلف. انا بقى المكان اللي وقعت فيه ده زي كمين فاهمه؟ اها ده ايه يا ريدة؟ اه والله حاسس ان في وحش هيطلع يسلم عليا. يا زمن ايه كميه الميه دي يا جماعه؟ اوه شفت الصومعه؟ انت مشيت من غير ما تستنيني انا تايه. طب انت جاي انا ممكن استناك. انا معلش كان تاكل عشان ايه الماما بس عشان راحت بقى ايه؟ هرجع لك غزالة. لا خليكي خليكي تيجي ترجع لي فين؟ انا شفتك انت وحش ده؟ لا سفاري. طب طبلي ايوه ايوه كده خلاص كده امان الحمد لله. يلا بينا انت هتنشريني. يلا بينا عشان اعمل لك نسختين. هو في سوم هناك اهي صح ولا دي بلاعه؟ بلاعه يا ابني. انا اتلخبطت والله. دي شفتك وقعت في واحده من دي؟ معرفش بقى انا كنت ماشي يا جدعان. قولوا لي انا كنت ماشي فين؟ اهو في سهم اهو في سهم يا ريت. والله وانا مش مطمنه. ايه؟ اقعدي بقى وطريني معاكي هنا اصل انت توتر كتيرة كتيرة. ايوه ايوه عشان عاقبك. استنى انا شايف في ورقة هنا. الله هنا يا جماعة هنرجع كل الزراير مكانها عشان نقدر ايه ده نشغل البوابة اللي هنا فهمت كده؟ ايه ده ثانية واحدة بقول لك عشان هو ما يتبعكش. مين اللي ما يتبعش بقى؟ ردي على التليفون يلا مش بكلمك. اشرب بس ولا معكيش رصيد؟ معيش رصيد. سلفيني يا رينا. سلفني شكرا. خلصي يا اختي بقى. واحدة بيقول لك بعد ما ترفع الزراير كلها تجري جري عشان محدش يجري وراك. دي ده تعالي بس ثواني بس خدي بس بتاع من ده حلو. خدي جهاز ويلا بقى. انت جنتيني والله انشرك واخلص. جهاز انت كمان؟ ايه ده؟ اوه ده في مكان اكمبر فيه حلو. امسك امسك اوعى بقى انزح شوية بكرشك ده. استنى اهو بقى قدامك افتحيه. استنى ده مكان. ايه؟ مكان جوه نكمبر فيه. لا دي ده انتي ما تركزيش. ما اعرفش انت نايمه ليه المره دي. انا نايم لنا قاعده تتفرج بدل ما تشيل معايا البتاع. لا
هلا هلا هي بس تاكل وتشرب بس. لا مش صايمة. والله شكلك هتتضرب يا نينا تصدقي. والله مش مطمنة حتى في مصيبة هتلاقيها في وشي. ما هو اكيد في مصيبة بس الذكاء بقى اللي انت تشوفي قبل المصيبة ما تيجي. في باب دي ده بص يا دي ده روحي في باب هنا تعالي هنا تعالي هنا. نعم. في باب هناك روحي اعملي شغلك كده روحي. لسه حابة روحي بقى ادي الفلاش بقى على السطح بقى. ماشي يلا يا عم انجز انت كمان. في بيبان بالهبل. ايه؟ في بيبان بالهبل. تنجزي بس عشان نقدر نفتح ونشوف هنوصل لفين. والله لقيت في مسحوق هنا نفسي اديهولك كده كده ونخلص. او غسيل؟ اه شربهولك. ماشي. سداد دماغي بدات تتلخبط بس انا اشرب عشان انسى. اوكي يلا كركب. ايه ده ايه ده ايه ده؟ شويه عصاير كده عشان اصحصح. ايه الباب ده؟ حديد. اه والله غريبه. هو ده اللي في الزراير. في وحش يا ريت اعوذ بالله. في وحش بيعرج. الله الله. تقريبا مستني ياكل ولا ايه؟ استنى كرن عليه. وحش. وحش. انا عملت زرار على فكره. انت انا رايح لك ايه؟ ربنا معاكي. والله فين يا عم لبشان يا والله شكله متصاب وطلع عينه. بصي يبقى احنا هنروح لمكان في الابواب دي اكيد في باب منهم هيكون مفتوح. قصدي هلاقي في زرار ولا حاجه نفتح باب الحديد فهمتي؟ المشكله لو بيسمع صوت تبقى مصيبه. والله كميه عصاير بالهبل. الله سيبك من العصاير بقى وركزي في الشغل بتاعك يا كريم. ده دخلت المطبخ. الله مفيش بيتي فور. استني بيتي فور ايه بس يا دي ده لما يجي في صوت وحش. ايه ده؟ والله في صوت غريب. في صوت زومبي. فكرتك انت يا ريدا. بس الشوكولاته عشان اصحصح كده. المكان اللي انا فيه مش لاقي اي زرار. ماشي. ولا انا شبقك يعني ممكن اكتر كمان. شايف مكانه بصراحه اوضه معفنه بس شغاله يعني. ففي شويه كتب وفي شويه اطباق وحاجات. في سرير هنا كمان. اه بيودينا على الاوضه الثانيه. طب استنى الاوضه دي كانت مقفوله ولا دي؟ اوه يا جماعه انا قدرت اخش عند باب الحديده دي ده فاهمه؟ يا سلام. وهو الوحشه بره بيتفسح. يالا قاعد برده على تحديات. والله الوحش طلع جبان بيخاف مني يا ريدة. طب خاف منك. الفكره هنفتح بقى الحاجه ازاي؟ استنى كده اجرب اسحب. ده بيفتح حاجات مؤقته. انا نزلته على فكره بس ليه وقت. والله بص اهو. ايه ده انا عملت واحد. طب حلو انجزي انجزي كده اتنين كمان. عشان في وقت بس يا ريدة عشان بس قبل ما يفصل عشان شغال عمال يعد. طب نفس الكلام ايه يعني انت بتعملي ايه ده؟ انت بتاكلي ولا بتعملي؟ انا قبلتش يا عم. سيب الكرش وروح اشوف اعملي حاجه في حياتك. انا سبت الكرش. اوكي قبل بس العد ده ما يخلص. انت فتحتي بيبان تانية ولا لا؟ اعوذ بالله. قاعد بيعرج يا جدعان. انت ما بتلاقيش غير وحوش؟ والله حكمة. صح الله. يا ولد يا ناس. خد لي بحقي منه تاني. في الباب. احسن احسن انت عماله تتسلميني يا الوحش جاي. انت رحت فين كلك؟ لا انا استخبيت طبعا. تعالى يا وحش. هو حبيبي قلت له روح بش على دي ده راح بش عليه. اه ده واقف بيتمشى مليار رجعين وممصوص وحالته حاله. انا بقول لك بقى هو شكله مستني المدفع. هو شفت الجهاز فصل. قلت لك انا شفتي لازم ندوس مع بعض. هو بيفتح حاجة بيفتح بوابة. المشكلة بقى لو واحد يفتح هيفتح نفوخك شكله. يا جدة بقى ركزي معايا. واحد يفتح والتاني يا بقى حطيتيني بقى انت كمان. خليكي طيب واقفة عند الباب. والله انت تعبتيني. واقفة راح اواجه الوحش انا وحبيبي. روح واجهه. بص بس امشي طولي وخش يمين. طب ثانية واحدة انا ممكن بصل. بس انا اقعد جوه. اقعد جوه يا ريت. اقعد جوه انا. خايف لما اجي ازعقله يا ريت. انا السدادة لغاية دلوقتي مش لاقي الأوضة من اللي انت بتقولي عليها. اوه لقيت في اوضه حديد. طب ما تدوس على الزرار. طيب دوس دوس. ما هو ماشي يلا دوست. الهبل ده. طب ليه مقفوله دي؟ لازم الزرار التاني. في زرار تاني. استني بس عشان في اوضه هنا لازم اخش. اوكي كده اشتغلت عندك؟ اتنين اهم. لازم نجيب الباقي يا جماعه في نفس اللحظه. قول لا عشان البوابه تتفتح. ازاي ما اعرفش. تينا عند القفص برضو تاني. هطلع بقى بره. لا ما تطلعيش. ما هو حد لازم عشان ده بينزل ولازم حد يطلعه تاني فهمت. طب خلاص ماشي انت روح بقى دور وانا هقعد استناك. ما هو حد بقى لازم ينجز الوقت. اوكي خلينا نلقي نظره هنا. احنا كده فهمنا اللي فيها. هو تقريبا بص انت اقعدي عدي كده تكتكي معاها كده اعرف التكتكه بتقدر حد كده. اوكي تشيك تشيك. ربنا معاك في التكتكه. اعمل لك شوكولاتات بقى وحركات. انا هعرف اماكن الحاجه وهظبطها ما تقلقيش. دونت وري. على فكره انت جينيوس. جدا عشان كده رجعت لنفس مكاني تاني. دي ده انا وصلت. ايه ده بجد؟ استني بس روح شويه واقف عندي. استني
استنى يا رب يا رب يا رب. دوس على الزر الاخير، الزر الاخير بس. الزر الاخير مشيت يا ابني، ما انت كنت قول لي واحد بس افتح البوابه الوحش كده. ما عرفتش اخص اهو. رايح رايح حتى انا يا ابني اجري مسكني والله عملناها يا مجنون. انت بتعمل ايه يا جرح؟ لا يا جماعه بعد ما رفعناها حرام. اوكي انت تاكلتي؟ يلا يا جديده يا نتهايه، يلا يا جديده. اخر زرار، اخر زرار. الوحش عايز ياكلني. اخر زرار ترفعيه بس حاضر اعدي. ماشي ماشي ماشي. يلا احنا عملنا كبير عليك يا ريدة. انها الحريه. يا ريدة. انت الكرات بينزل. خلاص اهو استنى، فين 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 الزرار؟ يا بنتي ده قريب منك، روحي بسرعه. ايوه ايوه جايه 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 اهو. يلا. يلا يا جديده حرام عليكي. تلات تلات. اهو. يس اخيرا يس اخيرا يس. اعوذ بالله. يلا مع السلامه. تعالي يا ريدة بقى ولا شوفي هتعمل ايه. الجرس اتفتح خلاص. يلا يا جيتا بصي بس انا هستناكي. تعالي يا جيتا اهو تعالي. شاطر برافو عليك. اجري يا جيتا اجري يس اجري. خش خش خش. اعوذ استني بقى ريح شويه بقى. ده انت عارفه يا جيتا يا نتهي احنا فين دلوقتي؟ ايه احنا في الفندق المسكون. اي لقطه الفندق الملعون. بصي 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 لو انت ركزتي هنا دي ده بصي كله مطفي ما عدا في شقق معينه، صح ولا لا؟ الله الله ايه رايك؟ الله. طب وبعدين عايزك بقى تقفي هنا تشوفي بقى الشقق تعدهم لي وانا هخش جوه، لو لقيت حاجه هقول لك. قشطه قشطه صح صح كده عشان ممكن اي حاجه تسيبك اللعنه. اما تسيبك انت انا مالي. كده وانا مالي يا ايسي. ماشي ماشي يا ريدة افضل واقفه هنا. ماشي ايوه انت هتقولي لي بقى قولي لي اول شقه الدور الكام؟ قصدي اول شقه الدور الكام؟ ايوه اول واحده كام عندك؟ رقم كام؟ بص اول دور رقم 2. والله شكلك بتاعك عاكي في الكام. اوعى يا ريدة اوعى يا ريدة انت مصحتي ملخبطه الدنيا معاك. روحي بقى ده انت وجعتي قلبي يا عم. انت بتعمل ايه بس؟ بس يا جدة تعالى يا جدة تعالى عشان والله شكلك هتتعبيني. ده العظيم شايفه اللي قدامك ده الاحمر ده يبقى كده كام؟ عندك كده 4 فهمتي؟ تمام ماشي. واللي بعده 1 بعد كده الاخير 5 وهكذا فهمتي؟ ميش. ولا نعيد من تاني؟ عيد من تاني. يلا قولي لي بقى خير. طب ابدا من فوق ماشي؟ يلا 5 ايه يا ابني؟ اول واحده 4. 4؟ بص انا والله بتلخبطني ازاي. اللي فوق خالص 4 بعد ماشي. كده 1 ثواني بس استني بس 4 ماشي 1 بعد كده 5 ايوه 3 تمام 1 ايوه 4 لو فتحت ادعي لي ادعي لي وتتاسفي لي. ايه ده؟ ايه ده؟ رحت تسيبيني؟ ايه النداله دي؟ الاسانسير شفتي؟ هو وقع اهو قعدت تقري فيها الاسانسير وقع بينا يا ليل. هنروح بقى ونصحى بيه. لعب. بصي يا جديده بقى احنا دلوقتي لازم نطلع من الكيف. ها انت قعدتي فضلت اسمع مشورتك هتهزلي راسك كده وتقرفصي لي بقى. بقول لك ايه؟ ايوه ركزي كده صح صح يا خلاص. ايه الادب والاخلاق دي؟ يلا بقى حته كده حته يا بالي. خلينا نطلع من الكيف. انت طلعت يا ايه؟ غير اخي وسع يا جدع. مش بشرح لك يا ريدة. بشرح لي ايه بس احنا في ابتدائي؟ طب مش معديه بقى. بص بقى ممنوع. ممكن اعدي. ايه ده يا راوي؟ عامله زي الفار والله انسي. عدي انا لا دي كمبوره. بص انت برضه بتعارض في كل حاجه دماغك خلاص. فما خلاص بقى ما تكملي بقى في التات ستات. ايوه الله. ايه ده؟ لا بقى ازاي كيف طلع على بيت؟ انا مش فاهمه. ده سر بقى دي ده مش هقول لك السر ده على في الحلقه الثانيه يا سكر. ما فيه بدل ما انشرك. طبعا يا جماعه دعموكم بقى وان شاء الله مكملين في السلسله. ويه بس كده فكر يا جماعه نخلي دي ده نحبسها المره دي ولا نجيبها؟ بس يا جدعان انتظر ان شاء الله الحلقه بس ما حد راح تكمل الحلقه لوحدها. استعدي بقى شكرا جديد مع سيوب جيمنج. يلا سلام.